السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اصحابي؟ عاملين ايه؟ انا احمد شيتو. طبعا يا جماعة كلنا بنيجي نشغل اي فيديو عندنا بنستخدم طبعا مثلا ويندوز ميديا بلاير او ميديا بلاير كلاسيك او مثلا في ال سي او يعني البرامج اللي هي متعارف عليها دي. البرامج دي حلوة بصراحة وشغالة وكل حاجة وجميلة ويعني كفاءة وطبعا شغالين بيها، بس المشكلة فيها يا جماعة تحس ان هي دايما بيحصلها تحديث بس تحديث في الاداء وليس السيم او وليس الشكل، يعني الشكل بتاعها يا جماعة قديم قوي. يعني شايفين مثلا ميديا بلاير كلاسيك كده، بصوا المنظر، يعني البرنامج ده جميل جدا وهو بيشتغل بيه كل حاجه، بس شايفين شكله تحس ان هو كده من ايام ويندوز 7 ولا ويندوز اكس بي ولا الكلام ده كله. فانا قعدت ادور لحد ما لقيت برنامج بصراحه تحفه جميل جدا. البرنامج ده موجود على مايكروسوفت وهو برنامج فري ومجانا، يعني هو اسمه سكرين بوكس. تعالى في السيرش عندك هنا كده واكتب سكرين بوكس هيطلع لك شكل البرنامج. انا بصراحه حملته، اللي هو البرنامج ده يا جماعه انا حملته وجربته وبصراحه لقيت اداؤه ممتاز جدا. فالنهارده كده هوريكم مع بعض كده نستعرض مع بعض شكل البرنامج ده ونشوف كده يعني السيم بتاعه عامل ازاي وايه الخصائص البسيطة السيمبل جدا، يعني عارفين يا جماعة اللي هو ايه، بيديك اللي انت عايزه بس مش هيديك يعني لا زيادة ولا اقل. فانت بعد ما تحمل البرنامج، انا طبعا زي ما قلت لكم البرنامج يعني مجانا، هتقول له هنا كده مثلا اوبن، وادي يا جماعة شكل البرنامج لو خد بالنا واجهته بسيطة جدا. انتوا برضك عشان اوريكم كده شكل الفيديو هو شغال فيه بيعمل ازاي، لو خدنا فيديو زي هنا كده مثلا ورميناه، لو انت واحد بتشتغل على السوشيال ميديا كتير هنوقف مثلا كده بس انه نكتم الصوت. شايفين يا جماعة يعني اللي بتكلم فيه يا جماعة، شايفين من فوق مثلا هنا كده البار ترانسبيرنت كده شفاف جايب لك، يعني شايفين يا جماعة تحس ان مفيش حواف، تحس ان ده اللي هو ايه الحاجة الجديدة. حتى في التليفونات مثلا بتحسوا كده ان التليفونات مفيش فيها حواف، الشاشات مفيش فيها حواف، اللي هو يعني السينك لسه كده زي ما بيقولوا يعني. فبصراحة شكله جميل قوي، شكله لذيذ قوي، وهو يعني سيمبل جدا وبسيط وهيديك اللي انت عايزه اكتر. طبعا دبل كليك عليه هيكبر لك الفيديو او الشاشه او كده. طبعا هنا التحكم فيه بقى اللي هو ستوب وبوز وكده، وهنا طبعا الصوت. هنا لو انت عايز تعمل شافل اللي هو راندوم او شافل، يعني لو انت عندك اكتر من فيديو شغالهم بطريقه عشوائيه يعني. وهنا دي كده يعني هنا كده انا بقول له ما تعملش ريبيت، يعني لما الفيديو يخلص مثلا ما تشغلوش تاني، ما يشتغلش تاني. لو ضغطت عليها هنا كده وضغطت هنا كده هيعمل لك زي ريبيت اول، لو وقفت عليها هنا كده هيقول لك ريبيت اول. هنا لو انت حط اكتر من فيديو يعني هيعدهم لك كلهم. ضغطة تانية هنا كده هيعمل لك ريبيت 1، ده لو انت يعني ايه حاطط فيديو واحد بس، او هو هيعيد لك الفيديو مره واحده بس او كده يعني، او ممكن تقفل الموضوع خالص. هنا طبعا لو ضغطت على هنا كده هنا ممكن بقى تضيف ترجمه لو انت عندك ترجمه، يعني مثلا لو في فيديو وعندك ليه ملف ترجمه اضغط على اد سبتايتل هنا كده وهيقول لك طبعا اختار لي ملف الترجمه وفين عشان يعني يتحط عليه او كده يعني. وهنا طبعا هنا لو انت عايز تصغره برده حاجه جميله جدا، انت ممكن بقى تشتغل او تعمل اي حاجه والفيديو شغال مثلا كده جنبك كده يعني ايه في شاشه صغيره، حاجه لذيذه جدا بصراحه، او ترجع تكبره تاني. وهنا طبعا ايه اذا هتكبر الشاشه او إيه ترجع تصغرها تاني. هنا دي برضو لو ضغطت عليها هنا بقى لو انت عايز تعمل مثلا اوبن فايل، تفتح فايل معين، عاوز تجيب بروبرتس خصائص الفيديو اللي شغال ده مثلا، هنا تتحكم في سرعه الفيديو اللي شغال تسرعه او تبطئه او كده. هنا ممكن تعمل سيف كارنت فريم، ده اللي هو انت ممكن تاخد سكرين شوت، يعني لو ضغطنا عليها هنا كده يا جماعه بصوا هو خد لي سكرين شوت، والسكرين شوت دي اتحفظت فيه عندي هنا اهوت. لو ضغطت عليها هيفتح هنا الفولدر بتاع الصور وكده وخد الفريم ده خده سكرين شوت، فبرضو دي حاجه جميله جدا. لو ضغطنا هنا تاني كده هنا في كاست ده لو انت في جهاز تاني بقى ان انت يعني مثلا اللي بتعرضه هنا او الشغال هنا تعرضه على شاشه ثانيه او حاجه ثانيه، لان هنا مثلا حتى هو جايب لي فيه المي بوكس عندي اللي هو الجهاز اللي هو الذكي بتاع التلفزيون وكده معينا منها يعني. وهنا في الابعاد بتاعه الفيديو اللي شغال لو انت عايزه مثلا شغال 4 ل 3، شايفين يعني قص كده من الجناب. اكيد طبعا انتوا فاهمين الكلام ده كله، انا هحاول بس يعني على قد ما اقدر بستعرض معاكم البرنامج يعني. هنا طبعا برضك لو ضغطت هنا كده انت ممكن تضيف فايلز، تعمل زي بلاي ليست كده، اعمل مثلا اد فايل هنا مثلا يعني، تعالى على الديسك توب هنا كده وهنقول له مثلا والله هات الفيديو ده والفيديو ده مثلا، قول له هنا كده اوبن. لو ضغطنا هنا تاني كده هتلاقيه خلاص هنا بقوا موجودين هما زي بلاي ليست يعني، وممكن طبعا تقف عليهم وتمسحهم من هنا كده او تمسح اللي هو البلاي ليست كله اللي كان شغال يعني. فبس يا جماعه ده كان فيديو النهارده او شرح النهارده يعني. بصراحه البرنامج شايف ان هو جميل جدا، وزي ما قلت لكم احلى حاجه فيه بصراحه ان هو مواكب التقدم او الشكل اللي هو العصر يعني. جربوه برده كنزلوه مش تخسروا حاجه، البرنامج مجانا وفري وعلى مايكروسوفت ستور، فالبرنامج يعني رسمي وتمام وامان يعني. فبس ده كانت حلقه النهارده او موضوع النهارده كالعاده. لو الحلقه عجبتك فما تبخلش عليها بلايك، كومنت جميل زي كده، اشترك في القناه انت مش مشترك، فاعمل زر الجرس وبس كده يا شباب.